اتأكدت من كل الأغراض. لا القصة مو قصة سرقة، لأنه ما له مختفي شيء من البيت. طيب وأنت لمين أعطي المفتاح؟ رندا أنت هيك عم تصعبي علي الأسئلة كثير. لكل حسسني قلبي إنه هاي سارية المجنونة ورا كل القصة. إيه كان لازم تبلغ الشرطة. ما فيني بلغ الشرطة، القصة رح تصير فضيحة إلها وإلي، وهي بتعرف هالشي. بعدين أكيد هذا اللي بعته لحتى يعمل هيك عملة أخذ احتياطاته، لا ترك ورا لا بصمة ولا أثر. مو معقول شو عم تتعامل مع الموضوع بسلام. طيب شو بدي أعمل يا رندا؟ خلاص خليها تحس حالها إنه انتقمت مني ويبرد قلبها، بقى بركي بتشيلني من راسها. خالصين دكتور. طيب رندا بحكي معك وحد شوي، قديش حسابك؟ يلا امشي. يعني ما ضروري توصليني لتتأكدي اني رايحة المدرسة. ماما بعرف اني غلطت لان خبيت قطعة الحشيش بالسيارة، صدقيني أنا ما كذبت عليكي والقطعة أصلاً مو لإلي. يعني أنت ما دخنتها ولا مرة؟ مرة بس ضغط كتير ونزل ضغطي وحسيت حالي رح موت فما تقربت عليها أبداً. وأوعك تعيدها مرة تانية. لك حبيبي أنت مالك هيك ولا ربيت هيك، أنت بتحب الموسيقى، بترسم، بتقرأ روايات، بتلعب كرة سلة. لا تخليني بيوم من الأيام أخجل ولا وطي راسي لما بتجي سيرتك أو بينقال اسمك بين الناس.